السلام عليكم البنات، كيف انتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا ربي. اليوم كيف ما شفتوا غنشارك معكم فيديو من الفيديوهات اللي كيعجبوني انا شخصيا وكيعجبوا البنات بزاف. فيديو ديال التخفيضات في اسبانيا. مشيت ضربت دويرة هكذا اول يوم هذا من التخفيضات، ولقيت تخفيضات بعض الحويجات عجبوني ناقصين بزاف. بالنسبة للملابس اللي نحنا يعني النساء هكذا، قميجات طوال وسريولات الى اخره، وفي ملابس الاطفال حتى هما عجبوني منقصين لهم بزاف. صافي وصورت لكم كيف ما قلت لكم كل شيء مع الأثمنة. طبعا نخليكم مع الفيديو، تبعوا معايا. وكيف ما شفتوا هنايا بالنسبه للتريكيوات، هذا كان ب6 الاورو، عجبني بزاف. هادو كيجيو قصارين وكاين حتى تريكيوات طوالين. أثمنة كيف ما قلت لكم كانت مناسبه، بحال هاد التريكو هذا كان 35 الاورو ورجع ب19.99 اورو، يعني ثمن جد مناسب، عجبني بزاف. هذا كيجي طويل كيف ما شفتوا، كان 30 الاورو ورجع 13 الاورو عفوا. وكيف ما شفتوا هنا كانوا الوان واشكال، والاثمنه كانت مختلفه وكانوا يعني ناقصين بزاف ابتداء من 5 الاورو. وهادو كانوا كسيوات هكذا كيجيو شويه قصارين هكذا، انا كناخذ منهم المناسبات هكذا والحفلات كيجيو زويونين كيف ما كتشوفوا. كانوا الثمن ديالهم يعني مناسب، كانوا فيهم موديلات بزاف والالوان. وبالنسبه للسريولات هكذا ديال الجين كانوا حتى هما موديلات فيهم كثارين ابتداء من 6 الاورو، وعجبوني بزاف يعني كين فاش تختار والطيات كانوا موجودين. وبالنسبة للقويم جات هكذا البنات أو الناس اللي كيعجبهم هكذا يلبسوا حويجات طوالين كيف ما شفتوا، كانوا أثمنة مناسبة كيف ما شفتوا. هذه كانت 25 الأورو ورجعت ب12 أورو، واللوينات فيهم كانوا بزاف الألوان، وحتى التوب ديالهم يعني كان زوين يعني عجبوني بزاف كيف ما كتشوفوا. انا غنحاول نوريكم مجموعه من الموديلات مع الاثمنه. وبالنسبة لهذا المونو هذا عجبني بزاف، كيجي يعني السروال ديالو كيجي بحال قصير شوية، عجبني بزاف هكذا المناسبات مع صباط هكذا الطالون وكسيسوارات، وهذا كيجي كيحمق في اللبسة، عجبني بزاف
كيف ما شفتو حتى الثمن ديالو كان مناسب. هاد الكتيبة حتى هي عجباتني بزاف، حتى هي شفتو 13 اورو، يعني ثمن مناسب، وحتى في اللبسة ديالهم كيجيو غزالين البنات. انا كناخذ منهم قلت لكم بزاف هكذا من اتشيمي، ملي كتكون هكذا شي مناسبة كتزيد عليها اكسسوارات وهكذا، وملي كتكوني مقادة ومعدلة وهذا كترجع شكل اخر. وبالنسبة للسودا دايرة البنات، يعني ملابس هكذا سبور بحال هكذا كتلقاهم طوالين هكذا، السودا دايرة كتلقاها طويلة بحال هذه بالقب، كيجيو طويلين كتزيد عليهم، كتشري تشاندار هكذا يعني السروال صافي، وكتجي لبسة مستورة غزالة للرياضة والناس اللي كيعجبهم لبسات هكذا سبور. ولقيت تخفيض بزاف هاد السريولات هادو بالنسبه للناس اللي كيعجبوهم، كيف ما شفتوا لقيتهم ناقصين فيهم بزاف، انا بيدي كيعجبوني بزاف هاد السريولات هادو، كانوا في جوج الالوان كيف ما شفتوا، في كحيحل وفي اسول مارين وفي بلو مارين، كانوا جوج الالوان قلت لكم عجبوني، وحتى الثمن ديالهم كان جد مناسب كيف ما شفتوا. وبالنسبه للقويمجات هكذا ديال الجين، هادو كيجيو طوالين البنات، والثوب ديالهم غزال غزال طايح، شفتو كانت ب 25 الاورو ورجعوها ب 8 الاورو، للاسف انا ما لقيتش الطايه ديالي ولكن عجبوني بزاف بزاف. وبالنسبه للملابس الاطفال كيف ما قلت لكم، حاولت نصور لكم بعض الاشياء هكذا، حتى هما لقيت فيهم يعني تخفيضات مزيانه، ولو انه النهار الاول يعني في التخفيضات ولكن كانوا اثمنه جد مناسبه. حاولت نصور لكم شويه، لا بالنسبه للوليدات هكذا صغار ولا لي بيبي، حتى هما عاملين لهم تخفيضات غزاله. مهم انا اي حاجه كنصورها لكم الا كنصورها مع الثمن ديالها. We'll be right back.
وبالنسبه للبيجامات البنات ديالنا ديال هكذا ديال النساء كبار هكذا، حاولت نصور لكم حتى هما بعض منهم، يعني كان فيهم حتى ما تخفيض. صورت لكم بعض منهم، ماشي كاملين طبعا، غير باش تاخذوا فكره وصافي. وبالنسبه للاكسسوارات البنات حتى هما كانت فيهم اثمنه جد مناسبه، وكيف ما كتعرفوا الكاليتي ديال اش ام فهكذا فهادشي الاكسسوارات يعني كتعجبني، يعني كاليتي عندهم زويونه. صافي وصورت لكم هكذا بعد منهم وصافي، ما قدرتش نصور لكم كلشي وصافي. كان هذا هو الفيديو اليوم البنات، نتمنى تكونوا استفدتوا منه البنات، ونتمنى يكون عجبكم الفيديو اليوم. ما تنسوش البنات الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه، ما تنسوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش تبقاو دائما توصلوا بالجديد في القناه. وما تنسوش تخليوا لي لايك للفيديو، هكذا غدعموني نزيد نعطي اكثر وصافي. مهم كنضرب لكم موعد قريب ان شاء الله في فيديو اخر، كنقول لكم بسلام عليكم، تهلاو في راسكم.